هذا الأخ والنصر من الله سبحانه وتعالى. فالموقف جد صعب للتعبير عن ما يخالجني، إلا أنني من ساش نشكر الإخوان اللي مدوا لي يد العون وساعدوني باش نوفروا واحد البيئة عمل جد سليمة وفيها تعاون وفيها الأخوة وفيها جميع ما يمكن أن نقول عنه بأنه يترك أثرا طيبا في النفوس. الحمد لله أنني أثناء اشتغالي لي لقاني الله مع أناس في مستوى وغادي يبقوا ديما في القلب، ونطلب من الله الصحة والسلامة وشكرا. كل ما يمكنني قوله هو أنني أشكر السادة المديرين والسادة الأساتذة والأستاذات وجميع الحضور.